أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أكد أن بطولة افتتاح موسم القدرة شهد نجاحا كبيرا ومميزا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الإسطبلات المحلية والذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا السباق، مشيدا بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان في البطولة، وأكد على تميزهم وفوزهم بالمراكز الأولى والتي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق، وخصوصا المرحلة الثالثة التي جاءت مثيرة ومتميزة مع السرعات العالية التي ظهر عليها الفرسان. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن السباق جاء قويا ومثيرا خاصة في مرحلته الأخيرة والتي شهدت سرعات عالية جدا من الفرسان لإحراز المراكز الأولى في السباق، مقدما التهنئة إلى الفرسان الفائزين الذين قدموا مستويات كبيرة في هذا السباق أهلتهم للحصول على هذه المراكز. وهنأ سموه فارس فريق فيكتوريوس عثمان العوضي الذي خطف لقب بطولة السباق الافتتاحي للقدرة على متن الجواد نياجرا، واصفا الفوز بالإنجاز الساحق وأن فيكتوريوس يدخل الموسم الجديد بكل قوته وسيواصل انتصاراته في السباقات القادمة. وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة، توج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في سباق العموم لمسافة 100 كيلومتر، حيث حقق لقب بطولة افتتاح موسم القدرة الفارس عثمان العوضي من فريق فيكتوريوس، وحقق المركز الثاني من اسطبل الفرسان الفارس خليفة جمال السندي، وفي المركز الثالث جاء الفارس جمال خميس السندي من اسطبل الخالدية. من جانبه أعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والفرسان الفائزين بمناسبة نجاح بطولة افتتاح موسم القدرة، وأكد سموه أن السباق شهد منافسة قوية ومثيرة من البداية إلى النهاية، وأعرب عن تقديره لكافة الفرسان والإسطبلات واللجان التي عملت على تنظيم هذا السباق. سباق جدا طيب وبداية موفقة، السرعة طيبة، الحماس بين الاسطبلات كان يعني مثير، الحمد لله مشت الخطة على ما نبي. حقيقة الدروس هي اليوم يعني اللي استفدنا منها الحقيقة هو الخطة من البداية، ان احنا ما نرمي بخيلنا كلها في الامام، فسبحان الله صادنا شيء والحمد لله جاتنا النتيجة يعني من صالحنا. حصانين اللي في الامام عندي تعوروا في التراك
فاضطريت اني انا احرك اللي في الخلف كنت حافظهم ان يتقدمون، ولانهم حفظتهم في يعني ورا المجموعه المتصدره وصلوا الحمد لله، وصلوا الى الحصان المتصدر، وبعدين في المرحله الاخيره يعني قد صار عندهم طاقه اكبر للاستعجال. احنا ما عندنا الحين في نظامنا الحديث في القدره ما تقدر تخلي المقدمه تروح تقول بلحقهم مثل نظامنا السابق. الحين نظام الحديث مع المقدمه، لكن انا خليت لي راسين ورا بس مسافه معينه يكونون لو صار ما صار اطلبهم يجون، فيوم طلبتهم جو. فالدرس الحين لازم يعني نوزع توزيعه صحيحه.